النهارده متواجدين في المجزر الآلي المتكامل في فندبارية. عندنا في حاجتين مشتركين في المؤسسه السنه دي: صكوك الاضاحي ولحوم الصدقات. صكوك الاضاحي دي ان شاء الله هيتم توزيع اللحوم اللي موجوده فيها ولحوم الصدقات كذلك على كل المستحقين الموجودين في كل قرى ومراكز مصر. كنا حريصين جدا مع بدايه المشروع اننا نختار افضل الاماكن باعلى الجوده، عشان كده كان اختيارنا للمجزر الالي بنبريه، لان المجزر اعتماده الكل بيكون عن طريق المكن، فالبروسيس كامله من بدايه عمليه الذبح لحد التعبئه والتغليف بتاعتي، كل ده بيكون عن طريق المكن بتاعي لحد مرحله التغليف. الذبح بيتم في المجزر طبقا لبعض الخطوات. نبدا اول خطوه عندنا استقبال الحيوان وتاكد من صلاحيه الحيوان للذبح، وده طبقا للاجراءات اللي موجوده والمنوط بيها هنا في المجزر، وطبقا طبعا للمديريات البيطريه المتعاونه معانا. بعد كده بنبدا في مرحله الذبح، ان الحيوان بيتم ذبحه بشكل آلي بشكل متكامل جدا، ده عشان يضمن جوده اللحمه واضمن ان انا اقدر اخرج اكبر كميه كافيه من اللحوم واقدر استفاد بيها واوصلها للمواطن. بعد كده بنخش مرحله التبريد.